أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5000 للأطفال و3300 من النساء. أشار مكتب الإعلام الحكومي إلى أن عدد المفقودين جراء العدوان بلغ أكثر من 3750 شخصا، منهم 1800 طفل تحت الأنقاض، كما لفت إلى استشهاد 200 من الكوادر الطبية، فضلا عن 22 من رجال الدفاع المدني و51 من الصحفيين. إلى ذلك أفادت رويترز نقلا عن مصادر طبية باستشهاد 32 فلسطينيا على الأقل جراء قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي على مبان سكنية في جنوب قطاع غزة.